ما حكم إعطاء المستأجر للبيت مالا لكي يخرج من البيت لأن أجرة هذا البيت رخيصة؟ إذا صلحت أنت وياه وهو باقي له مدة وقلت له اطلع وقال ما أطلع إلا تعطين عوض، إذا صلحت أنت وياه ما في بس. نعم. أما إذا كان تامة مدته فلا يجوز له يبقى في البيت، وأنت تقول له اخرج، أنت صاحب الملك يجب عليه الخروج بدون شيء. نعم.